يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرا، عراس بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأحباب والأولاد، من بقي في تلك الدور غير محمد وأم البنين وفاطمة العليلة، بيوت خالية من أهلها. يا أبا عبد الله أيامك يا حسين، محمد بن الحنفية ما يتحمل النواعي ولا بكاء النساء، وين روح يناديك اليوم أزور المصطفى والزم ضريحة، وكل يوم لي غشوة على قبره وطيحة، ولو ريت تجي داري يفجعوني بصيحة، أم البنين وفاطمة وكلها شمية. إذن وين تروح يا محمد؟ قالوا لو ريت أجي قبره البتول، وقلت ما زور أسمع حنين في قبر دون القبور. شو تقول الزهراء وصيح شي ابني يا ربي، يوم عاشور اي والله وصيح شي ابني يا ربي، يا 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 لكن الأمر لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في البحار أن القبر ينادي في كل يوم أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. إلهي ارحمنا برحمتك من تلك الساعات المهولة التي تمر على الإنسان، وهذه واحدة من تلك المنازل، منزل القبر. فهناك ثلاث ساعات وهي من أشد الساعات التي تمر على الإنسان، أشد ساعات تمر على ابن آدم ثلاث. الساعة الأولى هي الساعة التي يرى فيها ملك الموت، يعني ساعة الاحتضار، والله عز وجل يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تنكر. هذه الساعة مهولة لأسباب عدة. أولا في هذه الساعة، ساعة سكرات الموت، ساعة الاحتضار، ساعة مشاهدة ملك الموت ليقبض الروح كما يعبر عنها الإمام السجاد سلام الله عليه. هذه الساعة ينعقد فيها لسان المحتضر،
وتنحبس الكلمات في لسانه فلا يقوى على النطق. هذا من جهة. من جهة ثانية يتألم تألم المفارق، فراق الأهل والأحبة والعيال والأطفال وهم ينظرون إليه، وهذا ألم على ألم، لأنه أولا لا يقوى على النطق، ثم ينظر إليهم نظرة فراق، والفراق مر المذاق. من جهة ثانية يتألم لفراق متاعه، لفراق ماله، إذا كان صاحب مال، هذا اللي عبر عنها أمير المؤمنين بأنه جمعوها من مصرحات ومشتبهات، فالمهنأ لغيرهم والعبء عليهم. حالة يعيشها الإنسان عند الاحتضار. فإذا هذه ساعة، هذه واحدة من الساعات الشديدة التي تمر على ابن آدم، وواحدة من المنازل المهولة، ساعة الاحتضار، ساعة نزع الروح، سكرات الموت. وهذه الإنسان اللي يقول فيها الإمام السجاد سلام الله عليه: أبكي لخروجي روحي ولخروج نفسي. هذه الحالة التي، وإذا يذكر أن أحد العباد من البصرة عند الاحتضار وهو مضجع على فرانشه، أهله يبكون حوله، أمه أبوه زوجته أولاده يبكون، فالتفت إليهم قال: أجلسوني. أجلسوه. نظر إلى أبيه قال له: يا أبتاه، علام بكاؤك، أنت ليش تبكي؟ قال: أبكي لفقدي إياك وثكلي بعدك، أو لتفردي بعدك، انفرادي بعدك، بعدك راح أكون مفرد، وفقد الابن يزعزع. التفت إلى أمه قال له: يا أمه، علام بكائك؟ قالت: أبكي لثكلي بعدك، هذاك لانفرادي بعدك، هذا لي ثكلي بعدك. نظر إلى زوجته: وأنت علام بكائك؟ قالت: أبكي لحاجتي لغيرك. وأنتم يا أولادي، علام بكائكم؟ قالوا: لذل اليتم من بعدك. فبكى. قال له: أنت علام بكائك، لماذا بكائك؟ قال: لأنكم كل منكم يبكي لنفسه لا لي. واحد خايف الانفراد، واحد الثاكل، واحد الذل. هلا بكيتم لطول سفري؟ هلا بكيتم لقلة زادي؟ هذه الساعة الإنسان يشعر بها متى؟ في ساعة الاحتضار. إذن هذه واحدة من الساعات الشديدة التي تمر على ابن آدم، سكرات الموت، ساعة الاحتضار. الساعة الثانية هي الساعة التي تصدرنا بها المجلس، خطاب القبر: أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. ساعة القبر، عندما يودع الإنسان في قبره، وهذه ساعة شقد عظيم على الإنسان، منزل عظيم. ولذا عدنا احنا يستحب أنه عندما يؤخذ الميت إلى قبره، يستحب أن لا يفاجأ به القبر. كيف لا يفاجأ به القبر؟ يعني أن لا يؤخذ فجأة إلى القبر، بل يؤخذ هنيئة، يوضع عند شفير القبر، عند حافته، بعدين بعد فترة يوضع القبر. ليش؟ أولا لأن للقبر أهوالا عظيمة. زين، واحد يقول هذا ميت، مش دراب الأهوال العظيمة؟ لا، هذا سلبت منه الروح الحيوانية، أما الروح الناطقة فهي لا زالت حية وبها علقة بالبدن، بها علقة بالبدن. إذن ليش يلقن؟ هذا يلقن لأنه يسمع. وهذا النبي صلى الله عليه وآله يقف على قتل بدر من المشركين،
فيخاطبهم بأسمائهم: يا أبا جهل ويا فلان ويا فلان، لقد وجدتما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ التفت للخليفة الثاني قال لي: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال: والله إنكم لستم بأشد سمعا منهم، إلا أنهم لا ينطقون. ولا يسمعون لك لا ينطقون. هذا وين؟ إذن هذه الساعة، ساعة التي يوضع فيها الإنسان في قبره، ساعة الملحودة. وذلك يستحب أن الإنسان يؤخذ دون بغتة، دون فجأة إلى القبر، ونيئة يوضع عند القبر. وهذا حديث أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: البراء بن عازب، خرجنا يوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بجماعة، فسأل النبي عن ذلك الجمع، فقيل له: عندهم جنازة، فقال: خذونا إليها. البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله جثى على ركبته وهو جالس عند ذلك القبر. يقول: أنا وقفت في الجهة المحادية المقابلة حتى أرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وآله عند جنازة هذا الميت، قبر هذا الميت. يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله يبكي حتى ابتلت ثيابه من الدموع، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا اليوم فاستعدوا، لأنه الفرصة تمر على الإنسان بالدنيا. في الدنيا يفكر وأحيانا يغفل، لكن لما يودع في هذا القبر: رب ارجعون لا تجدي نفعا. ففرصة الإنسان مرة يتصدق ومرة مو هذا، مو إحنا الإنسان العادي. هذه مريم التي اصطفاها الله، مريم التي اصطفاها الله، لما توفاها الله أخذها نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أخذها حتى يدفنها. طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى خاطبها، قال لها: يا أمّا، هل ترغبين في الرجوع إلى الدنيا؟ قالت: بلى مريم، بلى. ليش؟ شوف شنو أمنيتها. هذه فرصة الإنسان، لأن حين يغفل الإنسان ولا ينتبه إلا بعد أن يودع في التراب. مو احنا عندنا مثل يقول: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. ليش؟ مو لان الغد ربما ياتي وانت تحت التراب. انت ما تضمن هالصلاه لما تاجلها يتاجل معك العمر، ما تضمن هذا الحق لما تاجله يتاجل معك السنين والاشهر. وبالتالي الانسان هذا النوع من البر عليه ان يستعجل. يا أمه، ترغبين في العودة إلى الحياة؟ قالت: بلى. ليش؟ شوف أمنيتها. قالت: لأصلي لربي ركعتين في ليلة شديدة البرودة. هذا الوقت الإنسان في الشتاء في البرودة، وقت البرد القارس، يشوف الإنسان يصعب عليه يقوم يصلي هالركعتين. تتمناها مريم: أصلي لله ركعتين في ليلة شديدة البرودة، وأصوم لله في يوم شديد الحر. ليش يا مريم؟ قالت: يا بني، فإن الطريق مخوف. الطريق مخوف. الزهراء سلام الله عليها التي ضمن الله لها الجنة ولشيعتها الجنة، اللهم اجعلنا من شيعتها. توصى علي بن أبي طالب: إذا أنا مت فغسلني وكفني وصل علي ولا تتركني، زرني، قف عند قبري، عند رأسي، حول وجهك ناحية رأسي، وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإن الميت يحتاج إلى أنس الأحياء. أفضل هدية للميت قراءة القرآن. ولذا هذا اللي يخفف الإنسان ضغطة القبر، سكرات الموت. والساعة الثالثة هي الساعة التي يقف فيها بين يدي ربه جل وعلا، فإما إلى جنة وإما إلى نار. الإنسان حتى يخفف من هذا الضغط وهذا وأهوال القبر يحتاج إلى أمور يعملها في الدنيا. أول تلك الأمور عليه بالصدقة، والصدقة مردودها على الميت عليه، مو بس على الميت، حتى على هذا، يعني المتصدق.
داووا مرضاكم بالصدقة. الدعاء والصدقة يدفعان 70 داء منها الغرق ومنها الحرق ومنها البرص. وعد النبي 70 داء هذه تدفع بالصدقة. هذه البرص والغرق ما يدفع فقط للميت، الميت تنفعه في قبره، ترفع من مقامه، تكفر من الذنوب، لكن بالنسبة إلى الحي لا تدفع عنه البلاء. وهذا ذولا عجوزين في بني من بني إسرائيل دعا الله عز وجل أن يرزقهمها بولد. الرواية تقول مرت ثلاثين عام ولم يستجب لهم. فإجى هذا الأب إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل في صومعته، قال يا نبي الله دعوت الله 30 عام ولم أرزق بولد، فهل لا دعوته؟ أنت لك مقام يختلف عن مقام. دعا الله، قال له لقد استجيبت الدعوة وأن الله سيرزقك بولد، لكن هذا الولد سيلقى حتفه وأجله في ليلة زفافه. إجا الأب خبر زوجته فقالت يا فلان صبرنا 30 عام لنفجع في ولدنا في ليلة زفافه، لكن رضا بقضائك وقدرك يا رب. وبالفعل حملت هذه المرأة، جيء بذلك الولد طلعة بهية وجمال، وأخذوا ينتظرون إلى أن بلغ أشده، فطلب منهما الزواج، قال لهم أريد أتزوج، فأخذا يسوفان وهو يلح. بالفعل وجد له فتاة في ليلة الزفاف، أخذا يترقبان الأجل لهذا الولد الوحيد. فأصبح الصبح وإذا به حي يرزق، وصبح آخر وثالث، ومر أسبوع. فإجى هذا الأب إلى هذا النبي، قال له مر أسبوع والولد لم يزل حي يرزق. قال أسأل ربي، الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أخبرني بأنه يموت في ليلة زفافه، لكن اسألاه هل عمل من عمل هذا العمل أبقاه أطال في عمره؟ وبالفعل سألاه، وإجى النبي سأل الله عز وجل، فالله أوحى إليه قال هذا في ليلة زواجه وهو متعب جاء فقير يطرق بابه، وكان على مائدة العشاء، فقدم له عشاءه، فاستطاب ذلك الفقير هذا الطعام، فرفع يديه قال اللهم أطل في عمره، يا ملائكتي أطلت في عمره 80 عاما. صدقة تدفع بلاء 80 عام. ثم قال أخبر الناس بأني لا أرد سائلة ولا مستعينا، فالصدقة مردودة على الميت في قبره وعلى الحي في حياته. فإذا هذه واحدة تخفف من ضغطة القبر وأهوال تلك الساعة، أيضا من الأمور التي تخفف ضغطة القبر وأهوال القبر ومنزل القبر الولاء لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يا علي النبي صلى الله عليه وسلم، يا علي أبشر وبشر، يعني أنت وشيعتك، يا علي أبشر وبشر شيعتك، فأنه لا حزن عليهم يوم القيامة، ولا وحش لهم في القبور، ولا حسرة عند الموت. في هذا الحديث هذه أمور الإنسان طبعا عندما يوالي أمير المؤمنين، هذه الموالاة بشرطها وشرائطها، بالاقتداء بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذه تنفع الإنسان في الدنيا وفي القبر ويوم الحشر. الولاء لعلي بن أبي طالب، الولاء لأهل البيت. أما من هو خلاف ذلك، معاد لهذا الخط، مخالف لخط علي بن أبي طالب، لا،
فمهما كان عمله، لو أن عبدا عبد الله ألف عام وذبح بين الركن والمقام كما يذبح الكبش وجاء يوم القيامة لم يقر بولايتنا ما نفعه ذلك. وهذا كلام الإمام الحسين رضا الله رضانا أهل البيت. هذا الخط الذي يوصلك إلى الله، هذا خط الضمانة، خط الضمانة مهما كانت النتائج. النتائج بها عواقب، بها مصائب، بها مصاعب، طريق ذات شوكة، طريق متعب، لكن فيه لذة. ليش فيه لذة؟ لأن فيه لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، واللجوء إلى الله لا يعرف الخسارة أبدا. اللجوء إلى الله لا يعرف الخسارة، حتى لو طال به السرى، لكن النتيجة مضمونة. النتيجة مضمونة بالدنيا، غنى غنى نفس، كما يقول سماحة الشيخ حفظه الله. يقول الواحد منا يفقد دينار يشعر بالخسارة، لكن يفقد نصف هذا الدين ما يشعر بخسارة، هذا الغنى. أما في الآخرة فالإنسان يعشقها، لأنه يضمن هذا الخط، هو في هذا الخط يضمن النتيجة. تأسيا بمن؟ تأسيا بأئمتنا، بأهل البيت، في السلم والحرب، في الشدة وفي الرخاء، في السراء وفي الضراء. طريقهم واحد لا يتغير أبدا، لا يتبدل ويبقى. ليش؟ لأنه متصل بالسماء. وإلا تصور 30,000 شيطان يحتوشون الحسين بسيوفهم وبنبالهم وبحجارتهم، وكأنه لا يرى ذلك الجمع. ليش؟ لأن الحسين بقلبه منشد إلى وين تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد. هذا الانشداد إلى الله سبحانه وتعالى. وكأن الحسين لا يرى أعداء ولا يرى سيف، حتى عندما سقط على وهجة الرمضاء. حميد بن مسلم يقول رأيت الحسين يتمتم بشفته، قلت إن دعا علينا الحسين هلكنا وما نعلم، وهلكت الأرض ومن عليها. يقول إجيت بجنب الحسين عند شفته لأن ما أسمع شيء، يقول الصوت كان خفي. يقول فسمعته يدعو يا غياث المستغيثين، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لكن هذه الأن على خفتها وصلت إلى مسامع زينب. وإذا تطلع بأبي وأمي إلى وين رايحة يا زينب، طلعت من الخيمة وإذا ترى مهر الحسين على عرفه دم الحسين، نادت يا ماهر حسين دليني على حسين. وين أخوي يا ماهر حسين دليني على حسين، عزيز الروح صارت طيحته، وين 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 أبو علي؟ اتصورها زينب، غريبة غريبة زينب. خرجت بأبي وأمي مع النساء، ما أدري أحد عدها زينب هالأيام لولا، مع الأيتام مع الأطفال، وين رايحة يا زينب؟ نادتها الونة تفيد تحشاي، كانها ونة المظلوم
وظن مصاب مختار ما يقدر ولينا يقوم شنها وانت ابن امي وظن مصاب يسكن اتقلها هاي وناتا يا عم ما تعرفين على الحريم يصيح بالونات سمعين وظن بالحشاش انصاب يا عم بسهم شو قدرت تقعد زينب؟ لا والله طلعت لوين؟ راح الى جسد ابو علي وحدة تحسب جروحها وعليها ضاعت الحسبة وزينب شمت ابن حراء تصيح وتجذب الونات تقل لأبو علي ما تتميز الطبرات يا ابن امي من الطعنات عسى عين العم اخويا وعسى اني لا عشت لليوم ولذلك اسالك موقف الدعاء زينب لما شافت هالاهوال والمصائب بعد تقدر تعيش بعد الحسين ترى ما دخلت دارها زينب لما رجعت من الشام ومرت بكربلاء ووقفت وين وقفت على باب الدار على دار اخوها زينب ادخلي عمة ادخلي النساء دخلوا الا زينبها كلما ارادت ان تدخل كاني بها تعثرت على باب الدار ليش ما تدخلين يا زينب قالت شلون اطب البيت وراعي البيت مو موجود والله شلون اطب البيت وراعي البيت مو وين يا زينب قالت تركت بكربلاء مرمي وبقلبه سهم محذور لكن لما دخلت زينب ما راحت دارها اول ما قامت تمشي وتعثر حتى وصلت الى دار الحسين ووقع بصرها على مصلى ابو علي نادت تمنيت حلم واقعد بحلمي وافز من نومتي والقاك يمي ليش يا زينب قالت وحضنك وشمن ريحة امي هي والله وحضنك وشمن ريحة امي ولذا ما عرفوا زينب تغيرت زينب عندما دخلت عليها ام البنين تسألها من انت يا امة الله وين مولاتي زينب قالت أني زينب اللي يحجون عني مصايب أخوتي ذوبني إيوان ويا زينب حتى أم البنين ما عرفتها تقول لها من أنت قالت أني زينب اللي يحجون عني مصايب أخوتي ذوبني ايش سوت فيش يا زينب نادت نزلا على عيني وعمامي اي والله عساني متيت من صغر
يا زين عساني متيت من صغر سني يما 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 الدهر والله ما نصفني نصفني ومحمد أخويا ما عرفني ومحمد أخويا ما يا عرفني يما يا يما يا يما يا زهرة وينك يا زينة يما كل من لها ولياني جاها نادوا بسيمها وطلعوها وبين الأعادي خلصوها وانت يا زينب قالت يما أنا يصيحون زينب طلعوها ولو بجات بالصوت يضربوها بعد يا صاحب الأمر يا أبا عبد الله أيامك ترضى على زينب يصيحون زينب طلعوها ولو بجت بالصوت اضربوها وحرقوا قلبها براس أخوها يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه تقبل عزاءنا شمرضانا فك أسرانا رد غرباءنا وارحم شهداءنا من اجتمعنا لأجله السعيد المتوفى اللهم ارحمه برحمتك اسكنه الفسيح من جنتك جاف الأرض عن جنبيه أصعد بروحه إليك احشره في زمرة محمد وآله وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.